بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبتي دندونتي، واش راكم؟ واش حولكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو. نتمنى لكم يوم سعيد وحياة اسعد ان شاء الله، كل الصحة والعافية نتمناها لكم، وكل الخير اللي في الدنيا دايما نتمناه لحبوبات قلبي وعزيزاتي وعميراتي. اليوم جيتكم بحاجة ماشي جديدة، كنت درتها معاكم طبعا في الفيديوهات السابقة. جبت لكم لوندو، كنت خيطته بزاف بزاف بزاف، طلبوا مني الطريقة، ولكن طريقة انا كنت درتها من قبل، معليش في الإعادة إفادة. راح ندير لكم المقتطفات وش الزيادات اللي درتهم، تبعوا معي الأخير فرجة ممتعة، ما تروحوش بعيد. فوالا خياتي، كيما راكم تشوفوا راني فصلت اللوندو تاعي. تقولوا لي دنيا كيفاش ما حطيتيناش الطريقه؟ الطريقه راني حطيتها في فيديو سابق، راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، ادخلوا صندوق الوصف او لاول تعليق راح تلقاو الرابط، شوفوا طريقه التفصيل. الفصاله هي هي برك في هذا اللوندو، خدمته بقماش تاع الترك، راح نزيد له اضافات. اضافات اللي هما، اولا راح نزيد له اليدين اللي نرفدو بهم اللوندو تاعنا، وثاني راح نزيد له واحد القطعه في الوسط كشغل بوغ ديكوري. انا نحب نزيدها هذيك القطعه وين ندخلو لو كوردون تاعنا. فوالا هنايا كيما راكم تشوفوا هاوليك، هذا الوجه الخارجي تاع اللوندو. هنا درت اللوندو كامل من الفوق للتحت، درت فيه مترا وثمانية وثلاثين، مترا وثمانية وثلاثين، والعرض فيه خمسين سنتيمتر. القماش هو مطوي على اثنين، يعني كي نفتحوا القماش نصيبوا مترا. انا واش نسحق؟ مترا وثمانية وثلاثين على مترا، راني طوي القماش على اثنين من جهة العرض، راني لقيت هنايا خمسين سنتيمتر. خلاص تفهمنا؟ هنا خياتي كيما راكم تشوفوا البداية منايا، انا ما نهبطش به من باش. هنا هادية، هنا فصلت هذا اللوندو الاوفال تاع بكري اللي متعودين عليه كامل، اللي بدينا به كامل الخياطات. انا راني طلعت هنا بخمسة وثلاثين سنتيمتر. علاش طلعت بخمسة وثلاثين؟ طلعت على جال باش نحي المخايد. انا المخايد تاع اللوندو هذا نحيهم من تحت. فوالا هذا اللوندو بدات البنات يجي مفتوح من الجهه التحتانيه، ماشي كيما اللوندو اللي خدمته معاكم سابقا اللي يجي كامل مغلوق. لا لا، هذا الموديل الاوردينير الاول كامل اللي يجي مفتوح عادي يعني. فوالا هنا طلعت ب 35 سنتيمتر ودرت النقطه نتاعي، يعني نفس الفصاله اللي درتها معاكم من قبل، وكملت فصلت هنايا العرض. هنايا هنا العرض درت 22، انا ندير 22 سنتيمتر، لكن الاختيار قادره ديري 25 سنتيمتر باه يكون القاعده نتاعك تكون فيها 50 سنتيمتر. انا للامانه ندير 22 راح تكون كافيه ليا. انا هنا ندير 22 واللي بقى لي كامل هذاك راح نخليه الارتفاع نتاع الجوانب تاع لوندو. هذه هي هنايا، هذا هي الفصاله. قلت لكم ادخلوا صندوق الوصف تلقاو الرابط بالتفصيل الممل كيفاش فصلتوا هذا لوندو، راني حاطه الطريقه كامل. دوك نروحوا للجهه الاخرى، راح نوري لكم الوجه الداخلي تاع لوندو كيفاش راح نديرو. فوالا خياتي هاوليك الوجه الداخلي تاع لوندو كيما راكم تشوفوا. فوالا هنايا المخده، انا قلت لكم هنا ندير 22 سنتيمتر والباقي نخليه للجوانب. فوالا تقولوا لي علاش راكي راسمه هذايا هذا الخط هنايا البنات؟ راني راسمته باش يخرج لي من تحت. فوالا هنايا يبقى لي الاثر نتاعو هنايا، ونتبع عليه من بعد باش نخيط القاعده. راني درت من الجهتين من ومنا باش يبقى لي لاتراس تاعو. كذلك راني مفصله هنايا كيما راكم تشوفوا هنايا، هذه هي المخده. المخده كيفاش فصلتها البنات؟ المخده انا نحيت مستطيل عادي، المستطيل اللي نحيته معكم قلت لكم راح نديرو مخده. من بعد انا كي حطيته راهم في زوج، هام لي قطعتين. انا واش درت؟ وحده فوق وحده المستطيل كيما قطعته، كان نورمالمون كان هكذا، كان هكذا مستطيل. انا هنايا جبت
تدويره، درت تدويره فقط، دخلت منها بخمسة سنتيمتر وراح ندير تدويره نتاعي عادي حتى للفوق باش يخرج لي هذا الشكل. هذا الشكل على حش حبيت نديره، هاوليك كيفاش راح يخرج الشكل نتاعو مخدم دوره عاديه. خلاص هنايا هذه راهي بين الخطوه هذه، وقلت لكم درت معكم كامل هذه الخطوات في اللوندو السابق. هذا القطع البنات انا قطعتهم من القماش اللي قلت لكم نديرو ان غابيل، هذا راح ندير به انا اليدين تاع اللوندو تاعي. قطعت قطعتين، هنا درت 82 سنتيمتر، عفوا 82 سنتيمتر الطول على 10 سنتيمتر العرض اختياري قطعتين، وهذا ثاني شريط طويل من هذا القماش راني ملقمته هنايا. العرض راني ملقمته دو فوا تاع القماش، يعني زوج وربعين زوج وربعين. هذا واذا فضل لي معليش، انا ماذا بيا يفضل لي، هذا درتو كوم ان بي معليش. هنا العرض اختياري، انا عندي ما عنديش بزاف القماش، درت هذا مكان راح يكون كافي. انا حبيتو كوم ان غابيل، يعني حاجه للتزيين فقط. هذو هما القطع، راح نشوفوا الخطوات على ماكينه الخياطه، ما تروحوش بعيد، بقاو معايا. اول حاجه راح نديرها، راح نجيب الرباطات تاعي اللي رايحه اليدين تاع لوندو، راح نخدمهم كوم ان بي كي العاده والعوايد. الا ما حبيتوش يعني ديرهم كوم ان بي، انا مثلا راح نطوي القماش نتاعي غير شويه هكذا باش تجيني عريضه، اليد عريضه. تقدروا هنايا ديروا لاوات، انا ما نديرش، تقدروا هنا ديروا لاوات، طوها غير هكذايا باش تجي عريضه زعما، وتطوها على اثنين. هنايا البنات طبعا كي العاده نقول لكم الحديد راح يلعب دور كبير، تروحوا للحديد التومه وتخدموا هذه الخدمه. انا راح نخيط قباله، هاي ليك النتيجه كيف خرجت كما راكم تشوفوا معايا، ربطه عاديه. هاي ليك القماش تاع الطوق دائما يجي كاليتي تاعو شابه، راح نفس الطريقه نديرها مع الربطه الثانيه. شوفوا معايا خياتي هنايا، هنا المقاس انا درتو كبير على المره اللي فاتت. شوفوا هنايا خياتي باش ندير الربطه نتاعي اللي خدمتها، راح نطلع منا مرجل. شوفوا هابليك هاي ليك البصاله، هاي ليك منا قلنا المخده، راح ننجو منا. انا لهذا القياس اللي درتو، لهذا القياس اللي درتو، انا درت القاعده الوسطانيه درت فيها 80 على 44، 80 على 44 ولا 45 كيما حبيتو نتوما، انا درت 80 على 44 ودرت القياس هذايا. ودرت هنايا انا درت 25 سنتيمتر العرض نتاع الجوانب، وهنا راح نطلع ب 55 سنتيمتر وندير نقطه ونزيد هنايا. شوفوا راح نحط القطعه نتاعي هكذا ونشدها بالايبانغ هنا عند 55 ونشدها بالايبانغ، ورايح ندير الربطه تاعي كيما راكم تشوفوا هكذا هكذا، نتاكد باللي راهي دايره مليح. وراح نحط الربطه تاعي هنا من لهنا، شحال درت خياتي، هاي ليك من النقطه هذه النقطه هذه راني دايره انا 45 سنتيمتر، 45 سنتيمتر، ولكن انا هذه النقطه هاي ليك راني دايرتها هنا، هاي ليك هاي واضحه. انا راح نحط للجهه الدخلانيه هكذا باش ما نبعدش، نبقى قريبه فوالا. راح نزيد انا نثبتهم بالخياطه، نتوما تحبوا ثبتهم بالخياطه كيما حبيتوا، نثبت بالخياطه باش ما يتنحاوليش. نحي الايبانغ خاف ننساه، نفس الشيء من الجهه الاخرى، الجهه المقابله راني معلمه ثاني هنايا. راح نجيب الربطه تاعي ونحطها، نحطها شوفوا كيف راني نحط الحافه مع الحافه هكذايا ونخيط. رايحه نتاكد انه شوفوا نروح معاها هكذا كيما راكم تشوفون، ندير التدويره نتاعي هكذا ونعاود نجي هكذا خياتي.
هنا تقدروا تكبروا في اليد نتاعك حتى 90 سنتيمتر عادي، ولكن انا ندير 82 حتى 85 سنتيمتر. خلاص هنا خياتي راح نجيب الوجه الثاني نتاع اللوندو، راح نحط الوجه مع الوجه بعد ما كنا علمنا الوسط نتاع اللوندو كيما راكم تشوفوا هاوليك. راح نحط الوجه نتاعو مع الوجه هذا يا هاي ليك. شوفوا راح نحط وين كرونتيت هاي. طبعا هذه الخطوه مشي على الماكينه، هذه الخطوه انا ما تفرشوا فيلر وتشدوه كامل بليزيباي، لان هنا راني باش نصور ما نضلش نضلخ عشان تعطلت بزاف في التصوير وتعطلت في الخياطه على جال التصوير، اتمنى تسمحوا لي. لا غالب باراني نورمالمون هذا دوزم تعطلت فيهم غير على جال التصوير، تليفوني ماهوش مساعدني والله غير، يعني على الاقل ديروا لي جيم وبارطاجيو لي فيديو تاوعي بيوصلوا لاكبر عدد، على الاقل على الاقل شجعوني هكذايا. والله غير راني نتعب يا البنات، راني نتعب بزاف مع لي فيديو والله غالب. راح نشدو كامل بليزيبان كيما راكم تشوفوه، نبدانا من الفوق فوالا، ندخل اليدين للداخل هكذا فوالا. هنا خياتي راني نخيط في لوندو تاعي كامل، راني نغلق فيه يعني طريقه عاديه، تبعوا مليح التدويرات نتاعكم بالك، ويعني تعوجوهم باش يخرج لكم تدويرات يخرجوا في يماهم، دائما نقول لكم يخرجوا حاجه شابه وحاجه توب. بعد ما تكملي الخياطه كامل كامل طبعا راح تكرونطي التدويرات هذوك، تكرونطيهم مليح وتقلبي اللوندو تاعك. انا بعد ما قلبتو كيما راكم تشوفوا راني رايحه نكمل لا فينيسيون تاعو. واش راح ندير خياتي؟ طبعا راح نروح من جهه دوك تفهموا بلا ما نقول لكم، حتى راهي تلفت لينا اني عيانه هذو اليامات. فوالا نفتحوا رجل تاع اللوندو تاعنا هكذايا، راح نجيب لو غابيل اللي قلت لكم عليه بهذه الطريقة. أنا هنا يا البنات مانيش راح نبدأ من البداية نتاع من البداية كامل، لا لا راح ندير العطفة نتاعي، نسبق نشوف العطفة نتاعي وين تجي، ومن بعد ندير واحد سنتيمتر عطفة واحدة أخرى تاع واحد سنتيمتر ونبدأ الخياطة. لاحظوا مليح منين بديت الخياطة، هذه العبسة مهمة جدا جدا، لأن من بعد راح نفيني لوندو تاعي ونعطفه مع الآخر هكذاك، على الاقل نلقى من نخرج لو كوردون. هنايا البنات راني جبت الحش الدونتيل، الدونتيل تاعي ورايحه نركبه، طبعا مع مراعاه انك ديري تكشكيش او تكماش صغير او ديبلي صغير ساعفوا الحالة الله غالب، اختكم راهي ستريسي، راهي نتيجة تاع الباك، الله يجعل الخير الله يجعل الخير. راعوا تكشكيش هذاك، ديروا يعني بليات هكذا في الدونتيل عفوا باش يجيكم الشكل شباب. وطبعا هذو لي بلي كثروا منهم في التدويرة نتاع جهة الرأس باه يدور لكم مليح لو دونتيل. بعد ما نكملوا كامل الجهة نتاع الدونتيل راح نروح للجهة الثانية تاع لو بي تاعنا ونغلقها عادي، يعني هذا بي نخيطوه من جهة ونزيدوه من الجهة الثانية نتاعو هكذا خياتي. يعني قلت لكم الخلاصة هكذا باه ما نطولش الهضرة عليكم، باه ما نصمتش روحي، ديجا لا فيديو جات بزاف طويلة ما حبيتش نقسمها لكم على اثنين، لاني مستحيل راح نقدر طلع نخلي لي فيديو في التليفون راهو مبلوكي، ما قدرتش ندير لكم فيديوهات من قبل على جال التليفون تاعي كان مبلوكي. نعم 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 الله غالب، ساعفوني حتى انه يفرج ربي. هذه هي كيما راكم تشوفوا راني من الجهه الثانيه نتاع لو بي راني نخيط فيه، راهو كلش واضح قدامكم، ما كاش حاجه صعيبه باه تقولوا لي راهي صعيبه. اللي ما فهمتش هاد لا فيديو تروح لا فيديو تدخلي لصندوق الوصف ولا اول تعليق مثبت، راح تلقاي
التفصيل التفصيل الممل تاع هذا لوندو، راني درتو لوندو رويال او لوندو ملكي هكذا خياتي. هنايا راح نخيط، انا قلت لكم اللوندو تاعي انا ندير له فيرميتور، ندير له السنسله ما نغلقوش كما يغلقوه كامل الخياطات. هنا راح ندير السنسله ورايحه ندير عفسه، انا حبيت نزيدها، رايح ندير دي كوردون شغل باه نربط الرجلين هذوما نتاع اللوندو تاعك، شغل باه نغلقو من التحت، فهمتوني؟ حبيت نزيد له هذه الاضافه، ندير له لو كوردون باش نربطو برك من التحت. الخطوات راه واضحين، انا ما نهدرش بزاف، راني تعبانه شويه، خليت لكم الصوره تعبر على كلش. اللي ما فهمتش هنا نعاود ونأكد، راني درت فيديو مقبل، ادخلوا للقناه، جبت لكم ربي، ادخلوا للقناه شوفوا لي فيديو في القناه، راني حاطه كامل تفاصيل. تسخسوني اسئله في التعليقات وانا راني دايره لي فيديو عليهم البنات، يعني ما نقدرش نجاوب انا على كل حاجه في تعليق، مستحيل، رانا كل سؤال دايره عليه فيديو، وفيديو مفصل مفصل، حتى راك كاين الناس يقولوا لي راكي تهضري بزاف وتلكي بزاف وتكعري بزاف. يعني هاني فاهمه، انا فاهم، نفهم نفهم، سعفو المهبول حتى اني برا وخلاص. فوالا هام لي كوردون اللي قلت لكم عليهم انا درتهم، هنا رايحه نحط السنسله تاعي ونخيطها. هذا السنسله حصريه فقط، انا اللي خيطها في لي لوندو، ما شفتها عند حتى وحده، انا الوحيده اللي خيطت السنسله في لوندو. وكملوا معايا لا فيديو على الاخر، راح تفهموا بزاف صوالح، راح تشوفوا النتيجه النهائيه. طبعا شفتوها في اللايف درتو مقبل، ما صبرتش وريت لكم الشكل النهائي، بزاف 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 خرج شباب، وانا معروفه بلي لوندو تاوعي يخرجوا لي شابين والحمد لله. وي وي راني عارفه، نزوخ نزوخ، انا زواخه شويه ونحب خدمتي ونحب نزوخ هكذا. راح يخرج لكم بزاف بزاف، تبعوا برك الخطوات، تبعوا برك ادق التفاصيل اللي نمدها لكم، اكيد اكيد راح تنجحوا فيه، ما نهترش بزاف، تبعوا الاخر. بعد ما كملت السنسله وبعد ما كملت كامل هذاك التغنجيق اللي لداخل، راني قلبت اللوندو تاعي للوجه نتاعو، ورايحه نتبع لاطراس اللي كنت خليتها نتاع التدويره هذيك تاع القاعده، راح نتبع عليها ورايحه نخيط لاطراس هذيك باش نختم نخيط القاعده. هنا القاعده راح نجوز عليها الخياطه مرتين، بهن انا اصلا كامل الخياطات اللي شفتوهم نخيط مرتين، علاش البنات؟ باه نثبت الخياطه وباش ما تتفدقش الخياطه. طبعا هنا راني كملت خلاص اللوندو، هاني نوري لكم في الرباطات اللي درتهم، هام ليك درت هذو الرباطات باش نربط من تحت مع القاعده كل جانب. انا نعيط لهم الرجلين، كل رجل نربطها مع القاعده نتاعها. وكنت صورت لكم يعني في اللايف وقلت لكم شوفوا كيف خرجت. فوالا هذه هي البنات. هنا واش راح ندير انايا؟ راح نعمر اللوندو تاعي بلا فيبغ، راح نعمرو عادي جدا بلا فيبغ، نعمرو مليح ندكو مليح، ورايحه نغلق
نغلق ندير عطفة برك هذوك الفتحات اللي مخليتهم نغلقهم برك بعطفة عادية، عاودوا ولوا لا فيديو الأصلية اللي درتها من الأول كامل. هنا راني جبت المخدة وهنا راني طلعت بثنين سنتيمتر باش نبدأ لا دونتيل تاعي البنات. قبل ما ندير لا دونتيل قلت علاش ما نزيدش فضل لي قماش، نزيد لو غابيل اللي درتو في اللوندو باه يجي كل حاجه متناسقه مع بعضها. رحت حليت هذاك الاخر وطويته على اثنين، وهنايا راني نخيط فيه مع المخده، خيطته ساير داير مع المخده باه يجيني كوم ان غابيل. ومن الفوق راني درت طبعا لا دونتيل، راني قلت لكم نحطها على مسافه، نبداها على مسافه 2 سنتيمتر لاخاطش من تحت راح ندير خياطه. انا دائما البنات الجهه التحتانيه تاع المخده ما نديرلهاش لا دونتيل اونكا، يعني لو حبت الام انها تحط المخده، انا هذه المخده ديتها ديكوراسيون، نخدم لهم مخده صغيره باش يحط البيبي راسو عليها، مي اونكا زعما الام حبت تحط له هذه المخده تحطها له يتك عليها، ما نديرش لا دونتيل الجهه نتاع وين يحط الوجه نتاعو. خلاص خياتي راكو فهمتوا عليا. هنا راح نسرع على فيديو طبعا باش تشوفوا مليح مليح، ما تجيش طويله لا فيديو مش تشوفوا مليح، ما عندكم ما تشوفوا شفتوا كلش. هنا لاحظوا مليح كيفاش راني ندير لي بلي اللي راني ندير فيهم، ندير كشكشه متواصله سورتو في المخده باش تجيكم شابه وتجي واقفه، لازم الكشكشه تكون يعني بيان مكشكشه. يعني تكون مخدومه مليح. اكو تشوفوا ما كان لا نهضر، والله راني تعبانه يا البنات، راني ندير لكم فيديو كشغل باه ما تقولوش نساتنا ولا ما ننساكمش، انا عمري ما ننساكم برك ساعفوني هذو اليامات. فوالا تجيب بيان بيان بيان. انا هذا لوندو البنات يدخل لي فيه باكي نتاع لا دونتيل، باكي برك تفضل لي منه يا ربي متره، يا ربي متره تفضل لي منه كامل. ندير فيه باكي هكذا فوالا. واللي تقولوا لي الدغا ما وريتيناش كيف صورتيه البنات، انا الدغا نخيطو سامبل، وكنت خيطت معاكم لي دغا من قبل تاع لي بيبي، ورايحه مازالت القناه متواصله ورايحه نخيط معاكم لي دغا، ما تستعجلوش على رزقكم. انا راني دايره معاكم لي فيديو سابقين، ادخلوا شوفوهم، واكيد راح نزيد ندير لكم مادام انا اختصاصي هو تروس البيبي، فيعني رايحه ندير وندير وندير ندير لي فيديو، ما تستعجلوش كل حاجه تجي في وقتها. هنا راني حطيت الوجه الثاني تاع المخده وراني نجوز عليها عادي في بلادي، يعني ما كاش حاجه صعيبه في هذا المخده. برك برك لازم تحترموا التدويرات في الخياطه، كي تكونوا ديروا في التدويرات شوفوا انا يدي كيفاش راهي تدور مع الماشينه. هذا ما كان وكرونطي، كل ما ديروا تدويره كرونطي بالمقص هكذا، ديروا فتحات بالمقص باش المخده كي تقل بها تدور معاك بسهوله وتجيك شابه ما تجيكش واقفه. فوالا فوالا، هذا هو الشكل النهائي تاع لوندو تاعي، واش رايكم فيه؟ ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا مني ولو بالقليل. خلوا لي تعليقاتكم الشابه الشابه كيما نتوما يا الشابات والعطرات، قولوا لي هل كنت موفقه في اختيار الالوان وفي اختيار القماش، واش رايكم في لافينيسيون، واش رايكم في الترتيب، في كل حاجه طولي تعليقاتكم نحب نقرا تعليقاتكم. في الاخر نقول لكم ما تنسونيش بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس بيصلكم كامل جديد نتاعي فضلا وليس امرا، ديروا لي جيم لافيديو القناه مع ناسكم احبابكم. نقول لكم تهلاو في روحكم وتهلاو في صحتكم، تلاقاو في ساعه الخير في وقت